وانا برضو متخيل ان الدايت اللي الواحد بيمشي عليه، انا نباتي فريسنتلي يعني بقيت بقالي سنه ونص ما باكلش فعلا، وانا مقتنع جدا ان دي برضو كانت جزء من الحاجات اللي ساعدتني في الريكفري ما بين الماتشات. يعني كنت اشوف الناس اللي قدامي هم متمرنين احسن، انا ما كنتش متمرن، انا كنت بريكفر احسن على طول دايما من طريقه الاكل بتاعتك. انا مقتنع يعني ان الاكل النباتي او البلان بيست ده صحي ليك كبني ادم. بس انت مش فيجن؟ انا فيجن فعلا، انا باكل سمك يعني مش اقدرش اقول فيجن 100%، لان انا كل مثلا 10 14 يوم ممكن اكل سمك. بتاكل بيض؟ لا مش يعني انا عندي مشكله ان انا بص هو مش قران يعني، انا كل فين وفين ممكن اكل بيض بصراحه، ما اكلتش لحمه خالص ولا فراخ خالص بس كل فين وفين ممكن اكل بيض يعني كل شهرين ثلاثه. بس انت اصلا مع الوقت التيست بادز بتاعتك بتتغير، ما بتبقاش فرق ما حصلتش كريفنجز يعني مثلا اكتر حاجه بكريف الكشري، كل انا بموت في الكشري، انا عايز اكل كشري، ما هي ده بالنسبه لي بقى ده التريت، ده التريت الحلو. ودلوقتي بقى في اوبشنز كتير يعني، في هل الفيجن ده ما يفقدكش يعني بتاخد انف بروتين او بروتين كفايه انه يحافظ على على الانسجه العضليه ويحافظ على الدنسيتي؟ دي اكبر حاجه يعني، دي اكبر حاجه الناس بتبقى شايفه اكبر مسكونسبشن يعني لو نقدر نقولها. انا واحد منهم اللي هو انت لو كلت هتفقد عضل وهتفقد مش عارف ايه، ده مش حقيقي. انت او تفقد فيتاليتي او لا يعني انا ممكن اقول لك في يومك اوريدي انت بتاكل عدس بطاطس فول حمص كل ده وهاي وبروتين عالي فعلا. انت لو خدت لب 100 جرام لب فيهم 32 جرام بروتين، بتهزر؟ يعني ف يبقى هي برضو حاجه في تكويننا انك انك اللحمه والفراخ والحاجات دي مهمه جدا. بص انا مقتنع ان اللحمه مهمه برضو، بس انا مقتنع ان انت تاكل لحمه مره في الاسبوع وتكمل اكلك على النظام النباتي ده كويس. انا ما بعملش كده عشان انا حاسس ان انا دايما لو اكلت مره هيبقى عندي، هبقى معزوم بكره عند حد فهاكل تاني، فانت قفلت الباب ده. فانا ما باكلش لحمه خالص، باكل سمك مره كل 10 ايام لما بالذات كان لو عندي بقى بطوله او تمرين او خلاص عايز بس اركز دلوقتي في صحتي، لا بيبقى عندي بقى نظام كويس يعني، باكل بالوجبة، باكل كل يوم 4-5 وجبات، باكل وجبه سمك كل 30 وجبه يعني، ده النظام. طيب فرقت في اي حاجه بره التمرين يعني؟ بره التمرين في نومي ايه بقى في حضوري يعني في ذهنك اكتر حضورا اكتر حضورا شارب اكتر يعني ونومي انا انا مش بنام كويس يعني، بيبقى عندي مثلا ساعات ارق او بتاع، فده فرق جامد قوي. وفي الهضم يعني انا اللي خلاني ابدا الموضوع ده، انا ما كنتش عارف اهضم. اوكي ويك اند كده مع صحابي كنا مسافرين بناكل اي حاجه مش عارف ايه، ما كنتش عارف اهضم او انزل اي حاجه، فقلت طب اجرب مره، قلت هجرب اعمل ديتوكس يوم، تاني يوم قلت طب ما انا خلاص عملت ديتوكس، طب ما اكل فاكهه بس، قلت تالت يوم قلت طب ما ازود على الفاكهه حبه سلطه، بقيت نفسي قاعد 3 4 ايام كده، قلت لا خلاص ما اجرب بقى وفي ابطال كتير جدا في المارشال ارتس وفي اليو اف سي، نيت دياز، وفي ناس كتير بقوا فيجن يعني، في اولمبيك اثليتس قد كده يعني ما بياكلوش لحوم خالص يعني.